احلى شويه شاي يا بيه. بقول لك يا باشا، كل الناس عارفه ان الحكومه دي طبعا وتعودت عليها، بتعمل الحاجات دي من زمان قوي. الله ينور عليك، يعني مش هتبقى حاجات دي. بس انا بقى مش هعمل كده، عارف ليه؟ عشان انت عجبتني ودخلت مزاجي قوي باللي انت عملته. عملت ايه يا باشا؟ مش واخد بالي. انا بقول لك ايه، انا جاي اكلمك راجل لراجل، مش ضابط شرطه بيتكلم بلطجي. لا، ضابط شرطه دي ابصم لك عليها بالعشره، لكن بلطجي دي مش حلوه منك، لان كل منطقه عارفه مين مين الرايق، وعارفه ان انا عيل حلو واهل عالي وماشي في المنطقه دي كله بالحب. اللي قالك عليا بلطجي ده بقى عايز يسوي عايز يوقع بيني. طب اسمع بقى يا عم المؤهل العالي، عشان انا ما بحبش الرأي كتير. انا متاكد مليون في الميه ان انت عملت حركه الاسم دي. اسم يا باشا، الدنيا كلها عارفه ان اسم البلد اتغربلت في يوم واحد. انت جاي ترازيني ولا عايز ايه؟ هتجيب من الاخر. تعجب. مش عايزك بقى تتدخل لاي حد من عليه الشمامين اللي هنا في اي حاجه، وخصوصا معايا. انت عملت اللي عملته وهربت واجل عندي، وانا رجعت يا دوب كام حته سلاح مسروقين. يبقى خلاص، تعجب. نقلب بقى الصفحه ونبتدي على الغضب. بص يا باشا، انا ما بتدخلش مع الحكومه في اي حاجه شمالي، لان انا عارف تمام ايه وعارف تمامكم ايه. العيال عندكم دي بقى اهاليهم دول رضيتهم، هم رضيوا بالمرضيه. هتقول لي ازاي وحصل امتى؟ هقول لك ما اعرفش. انت بتلت رساله يا باشا، مش كده ولا ايه؟ ماشي يا باشا، هعديها المره دي بمزاجي وهنساك واشيلك من دماغي خالص. بس انت بقى تسيبني اشوف شغل وليك عليا يا سيدي، هسيبك في حالك ومش هغتت عليك بالمره. ها قلت ايه؟ يعني انا مؤاخذه باشا في الكلمه المره اللي فاتت لما جيت برضه. لا لا لا، ما احنا قلنا نقلب الصفحه يا رجل. نقلب الصفحه ماشي، يبقى عدي بقى كراريسي كحكومه. ماشي، انا عدي. شرفتك.